في كذا ملف عايزين نفتحهم، ولكن دور القطاع الخاص. حضرتك عارفه دايما يقولوا ايه، يتكلموا على كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، المسؤوليه الاجتماعيه للشركات، ولكن المسؤوليه الاجتماعيه للشركات بره ليها منظومه وليها تشجيع، الدوله بتشجعها، الدوله بتخصم ضرائب من الشركات اللي بتقوم بيها. بنشجع القطاع الخاص انه يساهم ازاي في المجتمع؟ القطاع الخاص محتاج باكثر من وسيله تشجيع، بالتاكيد بعض الحوافز الضريبيه مهمه، ودي شفناها في قانون الاستثمار انه بيسمح بخصم المساهمات وهكذا. ولكن من اهم الحاجات اللي القطاع الخاص محتاجها، القطاع الخاص ما عندوش وقت، وقته يعني فلوس، فمحتاج انه يكون عندك كجهه حكوميه معلومات محدده ودقيقه، انت عايز منه ايه وفين، ودارس طلباتك كويس، بحيث انك ما تضيعش وقت وما تتعبوش عشان يساعدك. فلما بيجي يلاقي برنامج واضح ومحدد المعالم، لما يجي يلاقينا مثلا حاصرين كل البيوت اللي محتاجه وصلات ميه ومش قادره تدفع تكلفه الوصله، وحاصرين كل البيوت اللي في الصعيد اللي ما عندهاش سقف، اللي محتاجه تحسين في التسقيف والبنيه التحتيه، هو سواء القطاع الخاص او الجمعيه الاهليه بيقدروا يجوا يتعاونوا معانا على طول. فإتاحة المعلومه للقطاع الخاص مهم جدا، ان يكون عندك وحده في الوزارة تقدر تستقبل القطاع الخاص وتيسر له يعني المعلومة والتنفيذ، دي مهمة جدا. كمان انك تحتفي بالقطاع الخاص وتقدره وتحترمه وتعترف له بفضله في مسألة الحماية الاجتماعية، هو بيعمل كده كمان علشان جزء منه تسويق للاسم وللعلامة التجارية. الحاجة الثالثة مهم دلوقتي والنقلة النوعية في العالم، انك تستفيد من القطاع الخاص في مجال تخصصه. يعني لو انا صاحب جامعة او صاحب مدرسة يبقى يساعدني في مجال التعليم للفقراء، لو انا صاحب مستشفى يساعدني في قوافل طبية للقرى، يساعدني في تدريب اطباء شباب، يساعدني في وحدات محتاجة انها تتطور في القرى، يبقى بيشتغل في مجال تخصصه لانه فاهمه ولانه اقرب له ولانه يقدر يبقى مفيد فيه اكتر. الحاجة التانية انك مهم انك تطلع تقارير للقطاع الخاص، هو الفلوس تعمل بيها ايه بالظبط، فقدر من الشفافية وحسن الادارة للموارد مهم جدا. كمان انا شايفة ان القطاع الخاص عليه دور اهم من المسؤولية الاجتماعية. القطاع الخاص محتاج ان هو يستثمر في التدريب، في تدريب الشباب. القطاع الخاص بيشتكي من ان مخرجات التعليم مش مناسبة، طب استثمر في التدريب. واحنا شفنا تجربتين الحقيقة، تجربة للدكتور رؤوف غبور لما أخذ أحد المراكز التعليم المهني من وزارة الصناعة وطورها وأصبحت بتدي شهادة معتمدة من ألمانيا لإصلاح السيارات، وأصبحت شهادة عليها طلب كبير جدا جدا جدا، فأصبح هناك آلاف من الشباب اللي عايزين يدخلوا هذا المركز، وكان لسه افتتاحه قريبا والحقيقة سعدت بيه جدا. في تجربة أخرى عملها شركة السويدي في التدريب على أعمال الكهرباء، فده تدريب بيفيد القطاع اللي هو جاي منه، وفي نفس الوقت بيتيح فرصة لحل مشكلة التعليم الفني اللي كلنا بنعاني منه. فالاستثمار في التدريب مهم جدا. الحاجة التانية اللي مطلوبة من القطاع الخاص الحقيقة هي حاجة أساسية وما يصحش نتكلم فيها، ولكن الحماية داخل مكان العمل، التأمينات الاجتماعية كما يجب على كل العاملين ومن أول يوم، والالتزام بالقانون في هذا الموضوع بدلا من تواطؤ قد يحدث مع صاحب العمل ما بين صاحب العمل والعامل ما عشان ما يأمنش العامل على بعض الناس أو يأمن عليه بأقل من أجره. فمهم جدا أن أنا أؤمن على الجميع وأؤمن بالأجر الحقيقي. الالتزام بالضرائب، ما فيش حد بيأمن بالأجر الحقيقي، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، دي أحد واجبات القطاع الخاص، انه منظومة التأمينات هي منظومة حماية للمجتمع ككل. الالتزام بالتأمينات والالتزام بالضرائب والالتزام بمكان عمل آمن، في الرعاية الصحية للعاملين، في الأجر العادل، في الفرصة للتدريب، في الفرصة للترقي، مكان عمل جاذب لعمل المرأة، في حضانة لو في عندنا عاملات كتير عشان تقدر تجيب ولادها، في وسائل نقل جماعي محترمة تساعد أو بدل للانتقال عشان السيدات يقدروا ينزلوا يشتغلوا. وبالتالي القطاع الخاص لو الحقيقة اشتغل أيضا على مناخ العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص، ده هيشجع شباب كتير عنده دايما تخوف من العمل في القطاع الخاص وبيسعى للعمل في الحكومة. الحكومة برضو لازم، الحكومة يعني لسه بتوظف؟ لا الحكومة ما بتوظفش، بس انت عارف كثير من الشباب عايش على أمل أن تأتيه وظيفة في الحكومة، وده مش هيحصل لأن الحكومة فيها 5-6 مليون. بس القطاع الخاص برضو عايز تحفيز. ما هو أنا بقول إنه في قوانين وتشريعات بتحفز، من ضمنها قانون الاستثمار الجديد اللي إدى حافز بيخصم جزء من عبء الضرائب للأموال اللي بتروح للحماية الاجتماعية. والتحفيز بقول لحضرتك ممكن يكون بالاحتفاء بيه والاعتراف بيه والتيسير له في إنه هو يؤدي مهمته.